نروح مع حضراتكم لنجومنا بقى المحترفين في الخارج وناخد جوله نشوف اخر اخبارهم ومشاركاتهم. طبعا صلاح امبارح تالق بشكل كبير مع ليفربول في مباراه تشامبيونز ليج في مواجهه الميلان واحرز هدف في البطوله. خلينا نتابع مع حضراتكم اخبار محترفينا في الجي بي اس. جي بي اس معانا هيبتدي من انجلترا والبدايه هتكون مع مو صلاح. مو صلاح بيقدم واحد ايه مش واحد هو افضل انا بشوفه تقييمي الشخصي يعني وجهه نظر تختلف تتفق معاه لكن هو افضل موسم لصلاح مع ليفربول. لعب وشارك اساسي ولمده 64 دقيقه في ماتش فرقته قدام الميلان في دوري الابطال وسجل هدف الفوز الهدف الثاني عشان يفوز الليفر بنتيجه 2-1 على سان سيرو في ايطاليا. تقييمه خلال المباراه كان 7.5 درجه وخلال مشاركته مرر 27 تمريره منهم 25 تمريره صحيحه بنسبه دقه 93%. وطبعا ليفربول تاهل بصداره المجموعه برصيد العلامه الكامله 18 نقطه من 6 انتصارات. مبروك يا مو. لسه في انجلترا وهروح للنني النني 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 محمد النني نجم خط وسط الارسنال واللي شارك اساسي في مباراه فريقه الاخيره امام مانشستر يونايتد اللي خسروها طبعا كانت مباراه في البريمير ليج او في الدوري الانجليزي وانتهت بفوز مانيو بنتيجه 3-2 على الجانرز. معدل تقييمه في المباراه دي كان 7.2 درجه وخلال مشاركته مرر 85 تمريره منهم 77 تمريره صحيحه بنسبه دقه 91. نسبة نجاحه في الالتحامات الأرضية كانت 50% من أصل 4 التحامات ولعب 5 كرات طولية منهم 4 كرات طولية صحيحة. أرسنال حاليا بيحتل المركز السابع في جدول الترتيب ورصيده 23 نقطة والقيمة التسويقية للنني حاليا هي 10 مليون يورو. هنسيب إنجلترا ونروح تركيا والبداية ياسر ريان. احمد ياسر ريان نجمنا طبعا ابن النادي الاهلي اللي بيلعب في التاي سبور شارك في ماتش الفريق الاخير اللي كان امام جلاتا سراي كبديل وشارك مده مشاركته كانت 22 دقيقه والمباراه دي انتهت بالتعادل 2-2. معدل تقييم احمد ياسر ريان في المباراه دي كان 6.6 درجه وفرقه احمد بتحتل حاليا المركز ال 14 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطه والقيمه التسويقيه لاحمد هي مليون يورو. من التاي نروح لجلاتا سراي مع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ومهاجم جلاتا سراي شارك اساسي في مباراه فريقه الاخيره اللي جمعته فريق احمد ياسر ريان قدام التاي وكان مشاركته لمده 68 دقيقه. الماتش زي ما قلت لحضراتكم انتهى تعادل ايجابي 2-2. مصطفى ما سجلش في المباراه ما عملش يعني اسيستات ومعدل تقييمه في المباراه دي كان 6.7 درجه وجلاتا سراي حاليا بيحتل المركز 7 في الدوري التركي برصيد 23 نقطة والقيمة التسويقية حاليا لمصطفى محمد هي 6 مليون يورو. لسه في تركيا مع كريم حافظ وماراتايا سبور. كريم طبعا شارك في مباراة فريقه الأخيرة ولمدة 90 دقيقة كاملة أمام كونيا سبور والمباراة دي انتهت بالتعادل السلبي. في المباراة دي كريم لعب كجناح أيمن وتقييمه خلال المباراة دي كان 6.9 درجة. نجح في على مدار المباراه انه ينقذ فرقته من فرصه هدفين محققتين. مرر 31 تمريره منهم 28 تمريره صحيحه بنسبه دقه 82% ولعب 3 كرات عرضيه بنسبه نجاح 100% ونجح في المراوغه مرتين بنسبه نجاح 100%. مالاتاي سبور حاليا بيحتل مركز ال 18 في جدول الترتيب التركي وعنده 14 نقطه والقيمه التسويقيه لكريم حافظ هي 1.4 مليون يورو. والحقيقه يمكن في نفس المباراه دي والتر بواليا لو حضراتكم طبعا يعني كان معانا الموسم اللي فاتت وبيلعب في نفس فريق كريم حافظ كان موجود في المباراه دي بس كان موجود على دكه البدلاء وما خدش فرصه المشاركه. هنسيب تركيا ونروح المانيا. مرموش اللي متالق واعتقد انه استعاد جزء كبير جدا من مستواه في المباراة اللي شفناها واللي جمعت بين شتوتجارت وهرتا برلين تابعناها مع حضراتكم في السادسة
يوم الحد اللي فات وشارك وقدر انه يحط هدف. خلينا نقول ان مرموش شارك اساسي في المباراه بالكامل مع شتوتجارت امام هيرتا برلين وسجل هدف من الهدفين اللي احرزتهم شتوتجارت. المباراه دي انتهت بالتعادل 2-2 وتقييمه خلال المباراه دي كان 7.6 درجه ونجح في مراوغه وحيده من اصل 4 محاولات. مرر 26 تمريره منهم 20 تمريره صحيحه بنسبه دقه 77%. وشتوتجارت حاليا بيحتل المركز ال 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، والقيمة التسويقية لعمر مرموش تبلغ حاليا 4 مليون يورو. فكركم أول مرة ظهر فيها مرموش معنا في السادسة، الكلام ده كان قبل ما ينضم لمنتخب مصر بكثير جدا، كانت القيمة التسويقية ليه حوالي مليون يورو، النهاردة بتتكلم تقريبا على 4 أضعاف. محترفينا لسه موجودين معانا وهنروح لطبعا نجمنا احمد حمدي وبرضو ابننا ابن النادي الاهلي، واحد من المواهب الحقيقه اللي كنت بشوفها واعده جدا، لعيب عنده امكانيات واتمنى من مستر كيروش واتمنى من كابتن ضيا وكابتن شوقي وكابتن حضري يبصوا على احمد حمدي لانه مقدم موسم محترم وقوي جدا. بيلعب في مونريال الكندي، لعب 24 مباراه رفقه فرقته في الدوري الامريكي، سجل فيهم هدفين، شارك كاساسي في 9 مباريات ومتوسط تقييمه على مدار الموسم يقترب تقريبا من 7 درجات 6.72، متوسط تمريراته في المباراه 18.6 تمريره بنسبه دقه 91% ومعدل نجاح مراوغاته 68%. بقدر مع فرقته طبعا مع مونتريال او مع مونريال الكندي انه ياخد ويحصل على بطوله كاس كندا، والقيمه التسويقيه حاليا لاحمد حمدي هي 500,000 يورو. دي كانت جوله مع كل محترفينا ودي كانت اخر اخبارهم الاسبوع ده.